لنقاش هذه التفاصيل حول الموصل ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا زياد سنجري الإعلامي والصحفي. أهلا بكم سيد زياد. أهلا وسهلا بكم وكل مشاهدي قناة الرافدين. كيف تفسر مواقف حكومة بغداد في تعاملها مع فجعة الموصل التي راح ضحيتها العشرات، خاصة بالتزامن مع طلب تسليم المحافظ المقال نوفل العقوب؟ بكل تأكيد شاهدنا ما حدث في مدينة الموصل وكل العراقيين، وحتى أصبحت المسألة إقليمية ودولية. لا زالت خطوات بغداد تجاه مدينة الموصل خطوات خجولة، أقل ما أستطيع أن أعبر عنها، فهي جزء من المشكلة التي حدثت وتحدث في مدينة الموصل، خاصة بعد دخول القوات الحكومية عليها وطرد تنظيم داعش. لكن هذا الأمر لم يحدث شيء إيجابي داخل مدينة الموصل، وإنما الحقيقة هناك عدة أزمات تفاقمت في الفترة الأخيرة مع وجود أسباب كثيرة، من ضمنها سطوة الميليشيات والمكاتب الاقتصادية وتهاون بغداد مع تلك الميليشيات التي هي القاعدة الأساسية للسياسيين الموجودين في هرم السلطة حاليا. نعتقد حكومة بغداد لم تقدم الحلول اللازمة. وردت هناك معلومات أولية عن تعيين السيد الدكتور مزاحم الخياط محافظ لنينوى، ولكن لم يتم تأكيد الأمر رسميا بصورة صحيحة. مجلس محافظة نينوى مجلس يعتبر منتهي الصلاحية، تجاوز المدة المقررة له. حكومة بغداد الآن تدرس عدة خيارات لامتصاص غضب الأهالي، حزن الأهالي على الأحداث التي جرت في مدينة الموصل، ولكنها بكل تأكيد لا ترتقي لحجم مأساة مدينة الموصل. سنتحدث لاحقا عن الأهالي وموقفهم من هذه الصراعات الحاصلة حول منصب المحافظ، لكن قبل ذلك نناقش وجود مذكرة اعتقال سابقة، والحديث عن هذه المذكرة صادرة عن القضاء منذ عام 2017، والتي تتضمن أمرا باعتقال صاحب العبارة المنكوبة في نهر دجلة بالموصل. إلى أي مدى يؤكد ذلك على الإفلات من العقاب في العراق وسهولة الإفلات من العقاب، لا سيما لما يكون المطلوب يمثل حزبا سياسيا أو ميليشيا ما؟ هنا أود أن أوضح نقطة مهمة جدا. هناك منذ عام 2008-2009 صدرت العديد من مذكرات إلقاء القبض على أهالي مدينة الموصل، وهي بالآلاف. بعد 2014 تحديدا تم تفعيل تلك المذكرات على الجميع بدون استثناء، حتى الذين تم إطلاق سراحهم في وقت نور المالكي. هناك مذكرات من يتعاون مع المكاتب الاقتصادية، من يكون شريك للميليشيات، تعتبر هذه المذكرة في الدرج، لا تخرج إلا لحين الحاجة إليها. عبيد الحديدي عليه مذكرة إرهاب 1-4 إرهاب، كونه بقى في مدينة الموصل فقط، وإنما حسب المعلومات التي لدى القوات الأمنية بأنه كان أحد الأجنحة لتنظيم داعش الاقتصادية في مدينة الموصل، وأدار الجزيرة السياحية حتى في وقت داعش، واشترى الجزيرة وقام بتطويرها في زمن داعش. مذكرة إلقاء القبض لم تفعل كونه أدخل فصيل العصائب بنسبة 30% في البداية هذه فقط، بعد ذلك تم طرده من الجزيرة رغم أنه يملك 70%، لأن قانون العصائب فوق القانون العراقي. وبالفعل الرجل منذ أشهر هو خارج مدينة الموصل، لأنه تم تهديده والاستحواذ على كامل حصته من الجزيرة السياحية والمنتجعات السياحي من قبل العصائب. نعم. أمام هذه المذكرة، هل تعتقد سيد زياد أن لجنة التحقيق بشأن فاجعة الموصل يمكن أن تنجز على الأقل المطلوب منها لتحقيق العدالة، أم أنها ستسوف القضية للتستر على المتورطين في هذه الفاجعة؟ غالبا ما ننتقد الجهات السياسية في العراق، غالبا ما نكيل لهم الاتهام، ونحن محققين
لكن للامانه لجنه تقصي الحقائق في الموصل انجزت عمل نستطيع ان نعتبره استثنائي، ولكن رساله محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب للسيد اسامه النجيفي رئيس لجنه تقصي الحقائق قال بالحرف الواحد له بان هذه قرار اللجنه او خلاصه اللجنه لا يمكن تمريره بالبرلمان، الكتل السياسيه لن تناقش لجنة تقصي الحقائق ما لم يتم رفع اسم كافة الميليشيات التي تعبث بأمن مدينة الموصل بالمكاتب الاقتصادية بالابتزاز بالسرقة، ولذلك هي حبر على ورق وقد ذكرت ذلك على موقع الشخصي ما لم يتم التصويت عليها داخل البرلمان. كل الكتل السياسية في العراق حاليا مرتبطة بميليشيات او ميليشيات مرتبطه بتلك الكتل السياسيه وبدول الجوار، لذلك لا يمكن ان يصدروا قرار بمحاربه الجهات التي تمول تلك الجهات السياسيه والكتل السياسيه. ما هي انعكاسات الخلاف الحاصل حاليا على منصب محافظ نينوى وتغييب الفاجعه، انعكاسات ذلك على الاهالي؟ اهالي مدينه الموصل يترقبون الامر، كان لهم وقفة حقيقية ووقفة مشرفة أمام رئيس الجمهورية برهم صالح وأمام محافظ نينوى الذي قام بضربه وإهانته وتوجيه التهم إليه وهم صادقين. الحقيقة مدينة الموصل تغلي، عمليا تغلي مدينة الموصل، لا تريد تكرار مسألة داعش بكل تأكيد، ولا حد يريد هناك وقوع خروقات أمنية في المدينة، ولكن بكل تأكيد لن يقبلوا بالوضع الحالي. أهالي مدينة الموصل تركوا الكرة في ملعب حكومة بغداد لكي يتم اختيار محافظ، ونعتقد بأن الشخصية الأقرب هو الدكتور مزاحم الخياط، ولو تم اختيار أي شخصية برلمانية من الكتل الموجودة حاليا أعتقد بأن الموصل ستتجه نحو منزلق خطير جدا ما لم تأخذ بغداد بنظر الاعتبار مطالب أهالي مدينة الموصل. الإعلامي زياد سنجري كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.